يونت 5 ليسن 4 الدرس الرابع الوحدة الخامسة الصف الأول المتوسط. We have been everywhere. لقد كنا في كل مكان. Listen 4. هذا الدرس يكون للاطلاع فقط. We have been everywhere. جاسم and Dalia have been everywhere. جاسم وداليا كانوا في كل مكان. They have written a song about their journeys. قاموا بكتابة أغنية song أغنية about their journeys عن رحلاتهم. أنا عندي project المربع الأخضر الموجود make scrapbook about famous places. نقوم بعمل scrapbook اللي هو الألبوم الصوري. كيفية عمل scrapbook كما قلنا بالوحدة الأولى. كيفية عمل scrapbook نجمع الصور للأماكن المشهورة في العالم ونقوم بعمل scrapbook. هذه هي الأغنية. المطلوب منك أنه أنت تقرأ الأغنية وبعد الاستماع وقراءة الأغنية مع الاستماع أكثر من مرة بصوت عالي. Unit 5, Lesson 4. I've been to England and I've been to France. I've been to Australia too. I've been to America and I've been to Japan. What about you? I've been to India and I've been to Oman. I've also been to Spain. I've been to Africa and I've been to Wales. But now I'm home again. I've been in a rocket and I've been on a boat. I've also been in a plane. I've been round the world and I've been to the moon. But now I'm home again. I've been to the mountains and I've been to the lake. I've also been to the sea. I'm going to the beach and I'm going to the farm. Are you coming with me? Are you coming with me? قبل أن ننتقل للأكتيفيتي بوك لحل تمارين النشاط للدرس الرابع نأخذ شرح بسيط عن الدبليتش كوستشن. شنو هي دبليتش كوستشن؟ هي الكلمات الاستفهامية ونسميها دبليتش كوستشن لأنه جميع هذه الكلمات الاستفهامية تحتوي على حرفين دبليتش. تستخدم أدوات الاستفهام للسؤال عن الأشياء الغير معلومة أو التي لا نعرفها والتي لا نذكرها في السؤال. يعني الشيء اللي راح نسأل عنه باستخدام هذه الأدوات غير موجود في السؤال. وتوجد عدة كلمات استفهامية كل منها يسأل بها عن شيء معين وهي الكلمات التالية. هذه أهم كلمات استفهامية اللي احنا نستخدمها اللي هي الـ who, when, where, what, how والـ why. هذني الأدوات اللي احنا نستخدمها في حالات الأسئلة. كل أداة لها استخدام معين. مثلا عندنا كلمة هو. طبعا هذه الأدوات من الضروري حفظها وحفظ استخدامها لأي حالة للسؤال. الـ who التي تأتي بمعنى من. من نستخدمها نسأل بها دائما عن الفاعل أو نسأل بها عن شخص عاقل. when when تأتي بمعنى متى. إذا تستخدم كأداة استفهام تأتي بمعنى متى نستخدمها لنسأل بها عن الوقت أو عن الزمن. where أين نستخدم هذه الأداة نسأل بها عن المكان نسأل بها عن المكان فقط. what اللي تيجي بمعنى ما أو ماذا نستخدمها لنسأل بها عن الأشياء. الأداة how اللي تأتي بمعنى كيف تأتي بمعنى كيف نستخدمها لنسأل بها عن الحال نسأل بها عن الحالة. why الأداة why لماذا نسأل بها عن السبب تستخدم نسأل بها عن السبب. هذه الأدوات من الضروري حفظها مع معناها مع استخدامها. كيفية تكوين السؤال. حالة تكوين السؤال باستخدام هذه الأدوات تكون أداة الاستفهام دائما في بداية الجملة. دائما هذه الأدوات تكون
في بداية الجملة، ويتبعها دائما فعل مساعد. الأفعال المساعدة أما am أو is أو are إذا بالمضارع، was where إذا بالماضي. هذني الأفعال المساعدة إذا ما كانت موجودة في السؤال، إذا ما كانت موجودة في السؤال راح نستعين بأفعال الثانية اللي هي تعمل كعمل فعل مساعد، اللي هي do والdoes بالنسبة للمضارع البسيط، أو إذا كان ماضي نستخدم did. أوكي، هذه استخدام أدوات الاستفهام WH question لتكوين السؤال. النقطة الثالثة عند كتابة السؤال لا يذكر الشيء الذي نسأل عنه. هذه دائما إنه من أستخدم أدوات الاستفهام الشيء اللي أسأل عنه ما ينذكر في السؤال. عندنا التمرين التالي في الأكتيفيتي بوك واللي راح يوضح لنا استخدام أدوات الاستفهام أكثر وشون راح نقدر نكون سؤال. هذا التمرين بالأكتيفيتي بوك. Now read these answers and write the questions. هنا راح نقرأ الأجوبة ونكتب لها أسئلة. منطيني الأجوبة ومطلوب من عندي إنه أنطي السؤال لهذا الجواب. كيف راح أكون السؤال لهذه الأجوبة؟ باستخدام أدوات الاستفهام. منطيني تحتها clue. الكلو اللي هو مفتاح لهذا اللغز. شلون إنه أنا أنطي سؤال لهذا الجواب؟ The underlined words، الكلمات اللي تحتها خط بالأجوبة، are the most important parts of the answers، هي أهم جزء من الجواب. من هذه الكلمات، من هذه الكلمات اللي تحتها خط بالأجوبة راح أقدر أنطي أو أقدر أحدد الأداة اللي أنا أستخدمها بتكوين السؤال. مثلا number one، the messages are from سميرة and Mr. عبدالله. هنا منطيني الخط تحت سميرة وعبدالله اللي هما أسماء علم أو الفاعل. أنا أستخدم أداة حتى أسأل بها عن الفاعل اللي هي الأداة هو. أداة هو أستخدمها حتى أسأل بها عن الفاعل. بعد الأداة السؤال نستخدم الفعل المساعد. الفعل المساعد هنا موجود بالجواب اللي هو are. Who are. Who are. هنا راح نستخدمها. طبعا نقلب الفعل الفاعل. طبعا هنا الفاعل اللي راح يرجع بعد الفعل المساعد اللي هو the messages. راح ترجع بعد الفعل المساعد راح تصير who are the messages from، من أين جاءت الرسائل أو من أين هذه الرسائل. Number two، خالد was with his mother. خالد was with his mother. خالد كان مع والدته، بمعنى أنه السؤال كيف كان صيغته، يعني ده يسأل مع من كان خالد. مع من كان خالد راح تصير أيضا نفس الحالة، أيضا راح استخدم his mother أسأل بها who اللي من كانت مع خالد، راح أقول who في بداية الأداة WH question. بعد WH question راح استخدم الفعل المساعد. الفعل المساعد هنا راح نستخدم اللي هو was. was اللي هو أيضا موجود بالجواب، راح تصير who was ويرجع خالد بعد الفعل المساعد، راح تصير who was خالد with. who was خالد with. Number three، zebras come from Africa. الحمار الوحشي، حيوانات الحمار الوحشي أتت من أفريقيا أو تأتي من أفريقيا. هنا اللي تحت الخط اللي هو أفريقيا اللي هو اسم مكان، والأداة اللي أسأل بها عن المكان اللي هي where. where أستخدم في بداية السؤال. نلاحظ هنا zebras come هنا بزمن المضارع. بزمن المضارع البسيط، بزمن المضارع البسيط، لذلك ما عندي فعل مساعدة، ما عندي أفعال مساعدة. بما أنه ما عندي أفعال مساعدة فراح أستعين بالفعل do اللي هو يكون بدال يكون مع الفعل الجمع اللي هو zebras في حالة الجمع، فراح نستخدم do، فراح تصير where do zebras ونكملها come from. Number four، Mrs. Jabber looked at Hannah's painting. السيدة جابر أو زوجة جابر looked at Hannah's painting، تنظر إلى لوحة هنا. هنا دي يسأل عن لوحة هنا، فاللوحة هنا هو شيء، فالأداة اللي استخدمها للسؤال عن الأشياء اللي هي what. هنا السؤال في حالة الماضي، ما عندي فعل مساعد لا was ولا were بالماضي، لذلك استعين بالفعل المساعد did. بعدها راح نرجع مسز جابر، راح ترجع بعد الفعل المساعد look at، مكمل
الجملة ما عدا الشيء اللي أنا أسأل عنه، ما عدا الشيء اللي أنا أسأل عنه اللي هو تحت الخط، فراح تصير What did Mrs. Jabber look at؟ Number 5 هنا عندي France is famous for its shops. فرنسا هي مشهورة بمحلاتها. هنا تحت الخط اللي هو its shops اللي أنا دا أسأل، أصلا راح أسأل عن its shops بشنو مشهورة فرنسا its shops في محلاتها. المحلات هي عبارة عن أشياء، هو مو اسم، مو اسم عاقل ولا اسم أو وقت أو غيرها، هو اسم شيء. فأني راح أستخدم أداة لأسأل بها عن الأشياء اللي هي what. الوات بعد الوات راح أستخدم الفعل المساعد الموجود هنا بجملة شنو is. what is وبعدها يرجع France بعد الفعل المساعد لأنه دا أسأل، فراح تصير what is France وأكمل الجملة famous for. what is France famous for. Number 6 Uncle Rashid waited for Khalid and his father. العم راشد انتظر خالد ووالده. المن انتظر العم راشد خالد ووالده المن انتظر فهنا دا أسأل عن اسم عاقل خالد و his father، لذلك استخدم أداة الهو. بيا زمن في زمن الماضي ما عندي فعل مساعد إذن على الماضي، فلذلك راح أستعين بالديد. الديد اللي هو الفعل المساعد مثل ما قلناه قبل، الفعل المساعد اللي يستخدم في حالة الماضي إذا ما عندي أفعال مساعدة. الفعل المساعد راح يجي بعد أداة الاستفهام الهو، راح تصير هو ديد. من بعدها نرجع الفعل اللي هو أنكل راشد هو ديد أنكل راشد ونكمل الجملة wait for. طبعا رجعت wait مجردة لأنه استخدمنا أداة did اللي هي أصلا تدل على الماضي، فما يحتاج بعد تصير waited. فراح نستخدم بما نستخدم did فراح ترجع الفعل، راح يرجع wait يرجع مجرد. Number 7 فؤاد أنتانيا want to learn about other countries. هنا فؤاد الثانية أرادوا أو رغبوا يتعلمون حول دول أخرى. عن ماذا رادوا يتعلمون؟ عن other countries، عن دول أخرى. فهنا راح أسأل عن شيء other countries. فلذلك أستخدم أداة دبلش كوشن اللي هي what. هنا want to هنا في زمن مضارع بسيط فما عندي فعل مساعد، فراح أستخدم do، راح أستخدم فعل مساعد do، فراح أصير عندي What do ونكمل فؤاد أنتانيا يرجع بعد الفعل المساعد، راح تصير What do فؤاد أنتانيا ونكمل الجملة Want to learn about أصير What do فؤاد أنتانيا Want to learn about. عن ماذا أراد فؤاد أنتانيا التعلم؟ هذا بالنسبة للتمرين الاكتيفيتي بوك، بالنسبة للتمرين الدرس الرابع اسم 4 بليون 5. طبعا هذا التمرين كلش مهم ومطلوب منك تحفظ ادوات الدبلش كويشن، ادوات الاستفهام وكيفية استخدامها، وتتمرن على استخدام الادوات الاستفهام. يونت 5 لسن 5 الدرس الخامس بالوحدة الخامسة 4 countries اربع دول. وبهذا الدرس راح ناخذ معلومات عن أربع دول، مطلوب منك حفظ هذه المعلومات وحفظ الكلمات الجديدة الموجودة بهذا الدرس اللي هي عن الدول. كل دولة تحفظ المعلومات عنها وراح نستفاد من أداة بأجوبة الأسئلة بالاختبارات وبالأكتيفيتي بوك. إنديا الدولة الأولى اللي هي الهند. إنديا is a big country with a huge population. الهند هي دولة كبيرة مع كثافة سكانية ضخمة. About 1,000 million people live there. حوالي 1,000 مليون شخص يعيشون هناك. Agriculture is the most important part of the economy. الزراعة agriculture is the most important، هي أكثر أهمية، الجزء الأكثر أهمية of the economy للاقتصاد. The people are mainly farmers and they grow rice, tea, cotton and many other things. الناس هنالك بصورة رئيسية مزارعين، وهم يزرعون الرز، الشاي، rice، التمن، الرز، التي اللي هو الشاي،
cotton اللي هو القطن and many other things وأشياء أخرى كثيرة. There is also quite a lot of industry ويوجد هنالك نوعا ما الكثير من الصناعة. They make cars هم يصنعون السيارات buses الباصات and clothes والملابس. Visitors to India can do lots of things يستطيعون عمل الكثير من الأشياء. They can ride elephants يستطيعون ركوب الفيلة. Look at wild animals ينظرون إلى الحيوانات البرية and climb mountains. هنا راح تجي تأخذ الترجمة مالت هذه القطعة تقرأ القطعة عن الهند تقرأها باللغة الإنجليزية ومن بعدها تقرأ ترجمة مالتها اللي أنا كاتب لك إياها ترجع تقرأها أكثر من مرة وتحفظ الكلمات المهمة بالقطعة. هذه المعلومات عن الهند وعن الدول الثلاثة الأخرى معلومات كلش مهمة لأنه راح تجيك أسئلة بالاختبارات يسأل عن معلومات عن هذه الدول ومطلوب منك حفظ المعلومات حتى تجاوب عنها. الدولة الثانية اللي هي عمان. عمان is not very big and it has quite a small population. عمان هي دولة ليست كبيرة جدا ولديها نوعا ما كثافة سكانية صغيرة. The oil industry is important. صناعة النفط هي جدا مهمة. But agriculture is more important. لكن الزراعة هي أكثر أهمية. Most people work as farmers or fishermen. أغلب الناس هناك يعيشون يعملون كمزارعين أو صيادين. The farmers grow fruit and vegetables. المزارعين يزرعون fruit فواكه and vegetables الخضروات. Visitors to Oman can buy jewelry and visit interesting old forts. الزائرين إلى عمان يستطيعون شراء المجوهرات ويزورون الحصن forts الحصن القديمة المهمة. They can also go swimming ويستطيعون كذلك الذهاب إلى السباحة swimming البحار and climbing والتسلق. الدولة الثالثة اللي هي اليابان. جابان. Japan is not very big country. اليابان هي ليست دولة كبيرة جدا. But it has a large population. لكن لديها كثافة سكانية كبيرة. Industry is very important. الصناعة جدا مهمة. Japan makes cars. Japan تصنع السيارات, computers, الحاسبات and all kinds of things for the home. وكل الأشياء أو كل أنواع الأشياء والأنواع للمنزل. The farmers المزارعين grow rice and vegetables. المزارعين يزرعون الرز and vegetables الخضروات. Japan is very interesting for visitors. اليابان هي جدا مهمة أو جدا مهمة للزائرين. They can see old temples. يستطيعون رؤية المعابد القديمة and beautiful gardens والحدائق الجميلة. They can also go shopping in big modern stores. كذلك يستطيعون الذهاب للتسوق في المتاجر كبيرة حديثة. هذه كل ما موجود معلومات عن اليابان. فرنسا اللي هي الدولة الرابعة. France is a big country. فرنسا هي دولة كبيرة. But the population is quite small. لكن الكثافة السكانية هي نوعا ما صغيرة. Industry and agriculture are both important. الصناعة والزراعة على حد سواء هي مهمة. They make cars. هم يصنعون سيارات and planes وطائرات and grow a lot of fruit and vegetables. ويزرعون الكثير من الفواكه والخضروات. France is famous. فرنسا هي مشهورة for its shops لمحلاتها and restaurants ومطاعمها. It also has many interesting museums وكذلك لديها العديد من المتاحف المهمة and old buildings والبنايات القديمة. Some people say that بعض الناس يقولون بأن France is the most beautiful country in Europe. بعض الناس يقولون بأن فرنسا هي أكثر دولة أو أكثر دولة جميلة في أوروبا.
ننتقل للاكتيفيتي بوك لسن 5 اكسرسايز A. Read page 39 and 40 of your student's book and write notes. احنا راح ننتقل بالتمرين A. مطلوب منك انه تقرا ايضا معلومات الدول بهذه الصفحتين وكتاب الطالب وتكتب الملاحظات. بهذا الجدول نمليه عن معلومات الدول اللي قريناها. كل دولة نعطيني حسب الجدول name of country اسم الدولة، ناخذ اسم الدولة ومقابلها نكتب معلومات عنها اللي هي size of country حجم الدولة، size of population حجم الكثافة السكانية، what they grow ماذا يزرعون، what they make or what they produce ماذا يصنعون او ماذا ينتجون. حسب المعلومات اللي قرأناها بالقطع لكل دولة تكتب المعلومات هنا. size of country حجم الدولة كبيرة او ليست كبيرة جدا او صغيرة، ترجع للقطع وطلع المعلومات وتملأ بها الجدول. المطلوب انك توقف الفيديو ترجع للجدول وتملأ المعلومات بهذا الجدول، بعدها تتأكد من اجوبتك بحل تمرين نفس هذا الفيديو. تمرين جدا مهم يساعدك بحفظ المعلومات عن هذه الدول. Exercise B. Use your notes in exercise A to write about the four countries. استخدم ملاحظاتك اللي كتبتها بتمرين A حتى تكتب عن هذه الدول الأربع. حاول انه تكتب عن هذه الدول الأربع من الملاحظات بتمرين A. يعني مثلا تكتب عن فرنسا او تكتب عن الانديا، شنو الملاحظات اللي مكتوبة؟ مثلا دولة كبيرة جدا، كثافتها صغيرة او كثافتها كبيرة، وشنو تزرع وشنو تنتج. ايضا مطلوب منك توقف الفيديو وتحاول تكتب الملاحظات وبعدها تتأكد من اجوبتك. كمثال لحل هذا التمرين نقدر نكتب عن الدول الأربعة مختصر بهذا الشكل. مثلا نقدر نقول France is a big country and it has a quite small population. إنه فرنسا هي دولة كبيرة ولديها كثافة سكانية نوعا ما صغيرة. Number two, Japan grows rice and vegetables. ملاحظة من الملاحظات إنه اليابان هي تزرع الرز and vegetables والخضروات. Number three, Oman is not very big country and it has quite small population. من الملاحظات طلعناها طبعا عمان هي دولة ليست كبيرة جدا ولديها كثافة سكانية إلى حد ما صغيرة. Number four, India grows rice, tea and cotton. الهند تزرع الرز الشاي والقطن. انت حاول تطلع معلومات ثانية غير هذه المعلومات عن الدول الأربعة وتدونها كملاحظات بهذا التمرين. في هذا التمرين راح نقرأ عن عادل ونورا. Which countries on page 39 and 40 of your student's book؟ أي من الدول اللي موجودة كتاب الطالب هم يحبون أن يزوروها بالمعلومات عنهم. مثلا عادل likes animals and climbing mountains. He does not like looking at old building or shopping. He would like to visit Farah. Noura likes shoppings and old buildings. She does not enjoy visiting gardens or doing any kind of sport. She also likes good food. She, Farah, and you. وأنت and you وأنت تتكلم عن نفسك، تتكلم عن الدول اللي أنت تحب تزورها. I like Farag and Farag. I do not like Farag or Farag. I Farag. نفس صيغة اللي كتبوا بها عادل ونورا. أنا المطلوب منك على حسب المعلومات عن عادل ونورا أنه توقف الفيديو وتعرف أنه من حسب المعلومات أنه عادل يحب
للحيوانات وتسلق الجبال، إذا يا دولة يحب يروح لها. وكذلك نورة، وأنت تكتب عن الدولة اللي أنت تحب تزورها وشنو تحب تسوي بها. أيضا مطلوب منك توقف الفيديو، تكمل المعلومات بالفراغات، ومن بعدها تتأكد من أجوبتك. Exercise D عن adjectives وكيفية تحويلها للمقارنة بإضافة ER وإلى التبضيب بإضافة EST. قبل ما نحل هذا التمرين نروح مراجعة سريعة عن موضوع comparative عن superlative وكيفية إضافة ER و EST للمقارنة والتبضيل. Comparative عن superlative، المقارنة والتبضيل. أولا نأخذ comparative اللي هي المقارنة، للمقارنة بين شيئين نضيف للصفة ER حتى نقارن بين شيء فقط. إذا كانت الصفة كيفية إضافة ER، إذا كانت الصفة تنتهي بحرف وقبله حرف إلا واحد يضاف الحرف الأخير ونضيف ER. للمقارنة مثلا hot، الhot حار، hotter حر، أحر أو أكثر حرارة، big كبير، bigger أكبر. إذا كانت الصفة تنتهي بحرف Y يقلب الحرف إلى I إذا كان قبله حرف صحيح ونضيف ER. يعني إذا كان قبل حرف Y لازم يكون حرف صحيح، نقلب ال Y إلى I ونضيف ER. مثلا كلمة أو صفة lazy كسول، lazier اللي هو أكثر كسلا أو أكسل، happy سعيد، happier أسعد. هناك صفات شاذة، الصفات الشاذة من تتبع قواعد ما نضيف لها ER، هذه الصفات لازم تنحفظ. مثلا the good تحول إلى bitter، bad تتحول إلى worse سيء أسوأ، many much many كثيرا، many تتحول إلى more و much أيضا تتحول إلى more. هذه بالنسبة إلى المقارنة، هذه بالنسبة للمقارنة، هذه الصفات الشاذة يجب أن تنحفظ. عندنا صفات اللي تكون بها أكثر مقطع، شلون تكون بها أكثر مقطع؟ الصفات ذات أكثر مقطع نضيف قبلها، نضيف لها كلمة more، نضيف قبلها كلمة more قبل الصفة للمقارنة. هنا مثلا كلمة interesting تصير more interesting، more interestinger، ما نضيف ER، نضيف كلمة more. ليش نضيف كلمة more قبلها؟ لأنه هذه الكلمة أو هذه الصفة بها أكثر من مقطع. شلون نعرف الكلمة بها أكثر من مقطع؟ من خلال أحرف العلة. الأحرف العلة اللي هي A, U, I, O, E، هذه أحرف العلة تبين أنه الكلمة بها أكثر من مقطع. كل حرف إلا يقع بين حرفين صحيحين هذا يعتبر مقطع الكلمة. هذه عندك ملاحظة أحرف العلة، كلمة beautiful نركز الـ E، الـ A، الـ U، هذه كلها تعتبر كحرف واحد كصوت حرف إلا واحد. الـ B بدايته وبعدها حرف T هذا يعتبر مقطع beautiful. هذه الكلمة تحتوي على ثلاث مقاطع، بما أنها تحتوي على أكثر مقطع فعند المقارنة ما نضيف لها ER، نضيف قبلها كلمة more، راح تصير more beautiful. الحالة الثانية اللي هي superlative، التفضيل. التفضيل نفس حالات الإضافة بالنسبة للمقارنة، نفس الحالات أيضا إذا كان بنهاية الصفة حرف Y يقلب إلى I إذا قبل حرف صحيح، بنهاية الكلمة حرف صحيح وقبل حرف إلا واحد يضاعف. هذه نفس الحالات الإضافة بالنسبة للـ EST بالنسبة لحالة التفضيل. فرق التفضيل انه هنا من افضل شيء من بين عدة اشياء، من بين عدة اشياء راح نضيف له EST. نفس حالات الإضافة قلنا، صفات ذات اكثر من مقطع ما راح اضيف له EST، راح اضيف له كلمة most لنفس السبب إضافة كلمة more بالنسبة للمقارنة. كأمثلة من عندي هنا big، هنا راح نضيف EST big biggest، big كبير، biggest الأكبر، hot حار، hottest الأحر، lazy كسول، laziest الأكسل. هنا انطيناه صفة مفاضلة، انطيناه صفة مفاضلة. happy
أيضا الحرف واي بنهاية الكلمة يقلب إلى آي لأنه قبل حرف صحيح راح يصير happiest الأسعد. Interesting لأنه هنا صفة أكثر من مقطع فراح يصير most interesting. Most interesting ما ضيف لي إس تي لأنه أكثر من مقطع. هسا نجي لحل التمرين. Read and complete these sentences. نقرأ ونكمل هذه الجمل. هذا التمرين كلش مهم جدا مهم هذا التمرين اللي راح نستخدم به الصفات وكيف استخدامها. Number one, the farad interesting. بما أنه عندي interesting بمعنى أنه هذه الصفة في المقطع فاستخدم قبلها most أو more. بس خلينا نكمل الجملة حتى نتأكد الأداة اللي نستخدمها. Interesting building in Iraq is the farag. مثلا هنا نقدر نقول mosques or نقدر نقول museums. نقدر نقول مساجد أو المتاحف هي الأكثر أهمية. فلذلك راح نستخدم most لأنه هي صفة أفضلية من بين عدة أشياء. فنقول the most interesting building in Iraq is the museum. كمثال. Number two, the farag important industry in Iraq is the farag industry. The farag important industry. الصناعة الأكثر أهمية. الأكثر أهمية. ما هي مو مقارنة في العراق. هاي تفضيل. راح نقول the most important. فنستخدم most لأنه أيضا important هي أكثر من مقطع. فنقول the most important industry الصناعة الأكثر أهمية في العراق. إيش شنو الصناعة الأكثر أهمية اللي هي الأويل النفط the oil industry. Number three, at home I am far helpful than my brother. هنا راح تكون مقارنة إنه أني بالمنزل متعاون أكثر من أخي. فراح يصير مقارنة فما راح يصير تفضيل. هذه مقارنة بين شخصين أو بين شيئين. فراح نستخدم كلمة more. فراح نستخدم كلمة more أيضا إنه helpful. راح أسبيع في المقطع فنقول more helpful. راح نستخدم بالفراغ more. Number four, climbing mountains is فراغ dangerous than فراغ. هنا من نشوف كلمة than بمعنى أن أكون مقارنة. Climbing mountains تسلق الجبال هو فراح أصير مقارنة إذن لذلك استخدم more لأنه dangerous صفة dangerous أخطر خطير. هنا راح أصير more dangerous أخطر أو أكثر خطرا than مثلا نختار أي رياضة ثانية مثلا swimming. راح نقول climbing mountains تسلق جبال هو أكثر خطرا من السباحة أو أخطر من السباحة. Number five, the farag beautiful buildings in Iraq are in farag. هنا راح نقول the farag beautiful buildings in Iraq. أجمل بنايات في العراق هي في يا مدينة. نختار مثلا راح نقول the most beautiful الأكثر لأنه هنا تفضيل. راح نقول the most beautiful in Iraq are in Baghdad. الأكثر أو البنايات الأكثر جمالا أو الأجمل في العراق هي في بغداد. هذا الحل التمرين. أيضا تقدر تحله بصيغة ثانية تختار كلمات ثانية بالنسبة مو للصفات بالنسبة للكلمات الثانية مثل بغداد السويمينج. تقدر تختار كلمات ثانية أو تأخذ نفس هذا الحل. هذا التمرين كلش مهم. Unit 5 Lesson 6 Activity Book. هذا اللسن نحل فقط تمارين Activity Book للدرس السادس. هذه التمارين مثل ما موجود قدامكم بالكتاب هي تحتوي على تمارين لحل صفات المقارنة وكيفية تحويل الصفة إلى مقارنة وتفضيل. وإضافة إلى التمارين راح نتعلم منها نطلع المعلومات اللي عن الدول اللي قريناها في الدرس السابق. Lesson 6 Exercise A Complete this table. هنا عندنا جدول نكمله نعطيني الصفات الكلمات الموجودة قدامكم بالجدول مطلوب من عندك تحولها إلى مقارنة ومن بعدها تحولها إلى تفضيل. For example نعطينا كلمة cold صفة cold بارد نحولها إلى مقارنة colder abroad ومن بعدها محولنا إياها إلى تفضيل coldest الأبرد. المطلوب منك توقف الفيديو وتحاول تحول هذه الصفات إلى صفة مقارنة ومن بعدها تحولها إلى تفضيل.
Exercise B. Ask and answer. بهذا الجدول منطيني معلومات عن الدول الأربعة. أيضا منطيني اسم الدولة country الدولة. الجدول الأول منطيني population in million الكثافة السكانية population الكثافة السكانية في العدد المليون الملايين area in square kilometers المساحة الدولة في المتر المربع كيلومتر المربع temperature in July درجة الحرارة الجدول الأخير temperature in July درجة الحرارة في جولاي من خلال هذه المعلومات راح نقدر نجاوب عن الأسئلة اللي تحتها أول سؤال منطيني which country is bigger عمان or Japan أي دولة هي الأكبر عمان أو اليابان طبعا نرجع للجدول من نرجع للجدول راح نلقي المساحة اللي عمان هي 330 ألف كيلومتر مربع والمساحة اليابان 370 ألف كيلومتر مربع فمن معلومات الجدول راح نقدر نجاوب السؤال فجواب راح يكون هو جابان اليابان هي الأكبر من عمان السؤال الثاني Which country has a larger population, India or France? الهند أو فرنسا اللي لديها أكبر كثافة سكانية أيضا أرجع للجدول راح تلقي الإجابة اللي هي الهند تمتلك أكبر كثافة سكانية Which country is the biggest? أي دولة هي الأكبر؟ أي دولة هي الأكبر؟ طبعا الأكبر اللي يقصد بها أنه بالمساحة أيضا بنرجع للجدول بالمساحة راح نشوف أنه مساحة الهند هي أكبر من كل الدول فراح نكون الجواب هي إنديا تحتها المطلوب من إنديا Now make more questions الآن نقوم بعمل أسئلة أكثر يريد من إنديا Use the adjectives in the box نستخدم الصفات اللي موجودة في الصندوق اللي تحت نستخدمها حتى نكون أسئلة منطيكم أن النموذج شلون يكون أسئلة باستخدام هذه الصفات مثلا for example number one Which country is the smallest? أي دولة هي الأصغر؟ طبعاً الإجابة راح تكون عمان. Number two, which country is bigger, France or Oman? نقدر أيضاً نرجع للجدول راح نشوف المساحة فرنسا هي أكبر راح نكون جواب فرنسا. مطلوب منك إنه تستخدم هذه الصفات وعلى صيغة هذه الأسئلة تكون أسئلة تستخدم بهذه الصفات. أي دولة أكبر؟ أي دولة أصغر؟ تستخدم صيغة المقارنة والتوفيق. Exercise C. Write six sentences to compare Iraq and England. هنا نعطيني خريطتين للعراق وإنجلترا. يريد من عندي نكتب ست جمل أو خمس جمل حتى نقارن بين العراق وإنجلترا. نعطيني المقارنة يريد عن الكثافة السكانية، عن درجة الحرارة، عن السكان. نعطيني عن المساحة ونعطيني المعلومات فوق بالخريطة. من خلال الخريطة راح نجاوب هذا التمرين. Number one نعطيني example قال Iraq is hotter than England. العراق هو أكثر حرارة من إنجلترا. هذا بالنسبة للحرارة. Number two England is smaller than Iraq. شلون عرفنا إنه إنجلترا أصغر من العراق كمساحة موجودة المساحة على الخريطة. موجودة المساحة على الخريطة. England بالعراق إنجلترا تكون هي أصغر من العراق. Number three, Iraq has smaller population than England. العراق عنده كثافة سكانية أقل من إنجلترا. كثافة سكانية أقل من إنجلترا أيضا معلومة موجودة يمك هنا على الخريطة الكثافة السكانية. Number four, England is colder than Iraq. England هي أبرد من العراق. England هي أبرد من العراق. Number five. Iraq is bigger than England. العراق أكبر من إنجلترا. أكبر من إنجلترا. شو طبعاً هاي فائدة استخدام صفات بالمقارنة والتفضيل. Number six. England has a large population than Iraq. إنجلترا لديها كثافة سكانية أكبر من العراق. Unit 5 Lesson 7 Have you ever been to Indonesia? هل كنت يوما في اندونيسيا؟ في هذا اليونت راح ناخذ معلومات عن دولة اندونيسيا وايضا هذا
هذه المعلومات جدا مهمة، أيضا راح يجي عليها أسئلة في الاختبارات، أيضا لازم تحفظون هذه المعلومات عندكم. Have you ever been to Indonesia؟ هل كنت يوما في إندونيسيا؟ Talk about the pictures. Work out the meaning of the new words. هنا راح نتكلم عن الصور ونطلع معاني الكلمات اللي موجودة أو الكلمات الجديدة اللي موجودة أسفل الصور. الكلمات اللي نعرفها والكلمات ما نعرفها نستخرج معاني مالتها. من خلال الاستماع راح أعطيكم مقطع صوتي تستمعون إلى المعلومات عن إندونيسيا، ومن خلال هذه المعلومات راح تحلوا لي إنه ترقمون الأرقام اللي ذكروها بالاستماع، تحاولون تحلون وياهم بالاستماع، تستمع إلى جيدا أكثر من مرة، ترقم الصورة وكل معلومة يتكلم عنها في درس الاستماع، ترقم الصورة اللي يتكلم عنها، يتكلم عن الشاطئ، يتكلم عن المعبد، يتكلم عن حيوان الغابة أو رجل الغابة اللي قرد موجودون في الصورة، أو عن المسجد أو طائر النعيم أو عن البراكين أو عن جزر إندونيسيا. استمعوا له جيدا أكثر من مرة وحاولوا تحلوا لهذا التمرين. Unit 5, Lesson 7, Track 31. Have you ever been to Indonesia? Listen. Come to Indonesia, the country of 1,000 islands. Our beaches are the most beautiful in the world, and the sea is warm. Go swimming and sailing from our long sandy coast. Go and look in the forests for the birds of paradise, the birds of many colours. You won't believe what you see. Go walking in the mountains and visit some of our many old temples. Stay on farms where they grow pepper, coffee and rubber trees. Did you know that one of the world's biggest mosques is in Indonesia? It's huge. 50,000 people can pray there. Have you ever seen an ape? The man of the woods. A big monkey with long red hair. It lives in the trees of our hot, wet rainforests. Come and see the ape at home. Volcanoes. Indonesia is famous for them. The most famous is Mount Rinjani. Have you ever been to Indonesia? You haven't? Now is the time. طبعا عندنا الصورة في التمرين صورة A اللي هو an ape اللي هو القرد، بي القرد the man of the woods، the man of the woods اللي هو رجل الغابة. صورة B اللي هو paper, coffee and rubber. paper, coffee and rubber. هنا paper اللي هو الفلفل وcoffee القهوة ورubber اللي هو شجرة المطاط. long sandy beach اللي هو شواطئ رملية طويلة. Old temples. Old temples اللي هي المعابد القديمة. الصورة E اللي هي the استقلال موسك جاكرتا. مسجد الاستقلال اللي هي المدينة جاكرتا. The استقلال موسك. صورة F the country of thousand islands. The country of the south of thousand islands اللي هي دولة الألف جزيرة. One of our famous volcanoes يعني مشهورة بالبراكين، واحدة من أشهر البراكين. Bird صورة H اللي هو bird of paradise اللي هو طائر النعيم أو طائر الجنة. Bird of paradise واحد من الطيور المشهورة اللي تكون في إندونيسيا. أترككم ويا الحل، تأكدوا من حل مالتكم بالترتيب ويا المقطع الصوتي. رتبوا الصور بترتيبها اللي يتكلم عنها بالمقطع الصوتي. نروح للاكتيفيتي بوك لسن 7 اكسرسايز A. complete this description of Indonesia. هنا نكمل الوصف لإندونيسيا. منطيني هنا جدول، منطيني معلومات اللي هي عن إندونيسيا. Area المساحة، population كثافة سكانية، weather الطقس،
agriculture الزراعة, industry الصناعة, و places to visit الأماكن اللي واحد يروح يزورها في إندونيسيا. كل هذه المعلومات راح نستفاد منها حتى نحل هذا التمرين. بعد ما شفت المعلومات عن إندونيسيا كمساحة وكثافة سكانية والطقس وغيرها, هنا هذا التمرين حاول تملأ الفراغات الموجودة بهذا التمرين, ومن بعدها نرجع حتى نتأكد من الحل مالتك. هذا الحل للتمرين وهذه القطعة عن إندونيسيا ومعلومات إندونيسيا. هذه القطعة كلش مهمة, جدا مهمة, راح تجي عليها أسئلة بالاختبارات. المطلوب منكم تحفظون هذه المعلومات عن إندونيسيا أيضا, شلون معلومات عن عمان واليابان والهند وفرنسا, هذه أيضا تحفظون معلومات عنها, لأن أي راح تجي عليها أسئلة بالاختبارات. نقرأ القطعة. إندونيسيا is a huge country with a large population. إندونيسيا هي دولة ضخمة أو بلد ضخم مع كثافة سكانية كبيرة. The weather is warm and wet. الطقس يكون دافئ ورطب. This is good for agriculture. إن هذا شيء جيد للزراعة. And many people are farmers. والكثير من الناس مزارعين. They grow coffee, tea, sugar, rice, pepper, rubber trees. هنا they grow, هم يزرعون القهوة, tea, الشاي, sugar, الشكر, rice, الرز, pepper, الفلفل, و rubber trees, الشجر, المطاط. They also produce oil and gas. هم كذلك ينتجون النفط والغاز. Indonesia is famous for its falcons. هنا إندونيسيا هي مشهورة بالبراكين. The most famous is Mount Rinjani. الأكثر شهرة اللي هو جبل رنجاني. In the rainforest you can see beautiful birds of paradise and perhaps the happy. هنا في الغابات المطرية تستطيع رؤية طيور جميلة أو طيور النعيم, and أبي اللي هو القرد اللي يسموه رجل الغابة. A big monkey with long head, اللي هو يكون قرد كبير مع شعر أحمر. Red hair. Indonesia's beaches are the most beautiful in the world. شواطئ إندونيسيا هي الأكثر جمالاً في العالم. Go swimming and sailing there. اذهب للسباحة والبحار هناك. You can visit all temples and pray at one of the biggest mosques in the world. تقدر تروح تزور المعابد وتروح للصلاة في أكبر مسجد في العالم. Enjoy your stay. تمتع ببقائك. هذه المعلومات كلها لازم تفهموها, لازم تفهمكم حتى تجاوبون الأسئلة اللي راح تجيب الاختبارات عن معلومات عن إندونيسيا. Exercise B. Write about country that you would like to visit. اكتب عن دولة أنت تود زيارتها أو تحب زيارتها. هنا متكم لخص عن اكتب كل شيء تعرف عن هذه الدولة. إيش قد مساحتها, عدد الناس هناك, ماذا يزرعون هناك, ماذا يصنعون هنا. أي دولة تقدر تطلع معلومات عنها وتكتب الدولة اللي أنت تحب زيارتها. عادي تقدر تستخدم أيضا من الدول اللي موجودة, بس المهم إنه هذا يكون كإنشاء. Write about country that you would like to visit. اكتب عن الدولة اللي أنت تحب زيارتها. راح تكتب معلومات عنها, شون معلومات عن الدول اللي إحنا أخذناها. كمثال نكتب عن دولة فرنسا. I would like to visit France. أود زيارة فرنسا. It is a big country. هي دولة كبيرة.
It is about 550,000 كيلومتر سكوير. يعني هي مساحتها حوالي 550,000 كيلومتر. There are about 55 million people live in France. هناك حوالي 55 مليون شخص يعيشون في فرنسا. France grows fruit and vegetables. France هي تزرع فواكه وخضروات. France makes cars and planes. فرنسا هي تصنع سيارات وطائرات. It is famous for its shops and restaurants. هي مشهورة في محلاتها ومطاعمها. It also has many interesting museums and old buildings. وكذلك لديها الكثير من المتاحف المشهورة والبنايات القديمة. France is the most beautiful country in Europe. فرنسا اللي هي أكثر دولة جميلة في أوروبا. هذا كمثال عن إن شاء الله تقدر تكتب عن أي دولة أخرى أنت تود زيارتها. نروح للكتاب الأكتيفيتي بوك Lesson 8 درس الثامن. Exercise A. Answer these questions about yourself. أجب هذه الأسئلة عن نفسك. هذه الأسئلة شلون راح نجاوبها؟ هذه بصيغة المضارع التام. شلون راح نقدر نجاوب بصيغة المضارع التام اللي نسأل باستخدام ذات have أو has. Number one. Have you ever told a lie? شلون راح نجاوبها؟ تنطوني الإجابات أما توقف الفيديو تحاول تنطيني الإجابات من بعدها تتأكد من الإجابات مالتكم. نجي للإجابات. Number one. Have you ever told a lie? هل قلت يوما كذب أو هل كذبت يوما؟ No, I haven't. No, I have never lied. لم أكذب مطلقا أو لم أكذب أبدا. هنا بما أنه ده نسأل بالهاف راح نجاوب بالهاف. No, I haven't. No, I haven't. Number two. Have you ever been to Lebanon? هل كنت يوما في إنجلترا؟ هل كنت هل كنت يوما في لبنان؟ Yes, I have. Have you ever been to Lebanon? هل كنت يوما في لبنان؟ Yes, I have. I went there last year. ذهبت هناك السنة الماضية. الإجابة تكون إجابة قصيرة لأن ده نسأل بالبداية ده نسأل بالأداة have. Number three. Have you ever lost your purse? Have you ever lost your purse? هل سبق لك أن أضعتي محفظة نقودك؟ No, I haven't. No, I haven't. أيضا نستخدم haven't لأنه ده نجاوب بالنفي نقول haven't. Number four. Have you ever written to friend in England? Have you ever written to friend in England? هل كتبت يوما إلى صديقك في إنجلترا؟ Yes, I have. نعم قمت بذلك. Yes, I have. I wrote to friend in England last week. كتبت إلى صديقي في الأسبوع الماضي. Exercise B. Write the names of these countries in alphabetical order. هنا أريد من أنت نرتب هذه أسماء الدول بالترتيب الأبجدي الحروف الأبجدية اللي تبدأ ب A B C D إلى آخره. الدولة تبدأ ب A تكون في البداية. الدولة اللي تبدأ ب B تكون بعدها. الدولتين اللي تبدأ بنفس الحرف إذا تبدأ بنفس الحرف نذهب للحرف الثاني. نروح للحرف الثاني نشوفه أيضا. إذا يكون ب A يكون بالبداية B يكون بالبداية أو C حسب أسبقية الحرف الأبجدي. أترككم أيضا توقفون الفيديو وتحلوا لي هذا التمرين بعدها تتأكدوا من الحل مالتكم. نفس الفيديو. مثل ما تشوفون الحل الموجود Exercise B. أول دولة هي كندا ومن بعدها China. طبعا ما عندي دولة تبدأ بحرف A ولا عندي دولة تبدأ بحرف B لذلك رأسا رحنا للحرف C اللي هي كندا وتشاينا. كندا تشاينا تبدأ دولتين اثنيناتها تبدأ بالحرف C. بس ليش خلينا كندا بالبداية؟ لأنه كندا
وتشاينا يبدأون اثنيناتهم بنفس الحرف، لذلك أروح للحرف الثاني اللي هو A دولة كندا و H اللي هو تشاينا. بالأسبقية الأبجدية إنه A هو يكون قبل حرف H، لذلك تكون كندا بالترتيب الأبجدي تكون قبل حرف تشاينا، وكذلك نرتب بقية الدول. Exercise C. Reorder the words to make correct question. أنا نعيد ترتيب هذه الكلمات، نعيد ترتيبها، هذه الكلمات هي أسئلة ومخربطة الكلمة مالتها، نعيد ترتيب مالتها بترتيب صحيح حتى نكون أسئلة صحيحة. أيضا مطلوب منكم توقفون الفيديو وتحلوا لي هذا التمرين، تمرين جدا مهم. صيغة سؤال أيضا جدا مهمة اللي هي ترتيب الجملة، ترتيب الكلمات لتكوين الجملة. هذا التمرين توقفون الفيديو وتحلوه وبعدها تجون تتأكدون من الحل مالتكم. هذا هو حل اكسرسايز سي، مثل ما تعلمنا شلون نكون السؤال باستخدام ادوات الاستفهام اللي هي دائما تكون ادوات الاستفهام بالبدايه، من بعدها يكون الفعل المساعد، ومن بعدها راح يكون عندي الفاعل وتكمله السؤال. هذه صيغه تكوين السؤال بالادوات الاستفهام مهمه جدا، وهذا التمرين جدا مهم يعلمك شلون تكون السؤال بالصيغه الصحيحه. Exercise D. Write the correct form of the adjectives. اكتب الشكل الصحيح للصفات الموجودة. ايضا هنا صيغة سؤال تجيب الاختبارات. هنا الصفة اللي قبل الفراغ اللي بين قوسين تكتبها بالشكل الصحيح. In Iraq the oil industry is احنا نقول important. اريد هنا than fishing. اريد اخليها بصيغة مقارنة. than fishing. بنشوف كلمة than بمعنى انه اكو مقارنة. شلون راح تكون صيغة المقارنة بالنسبة لـ important؟ أيضا هنضيف لها er أو نضيف لها more قبلها حسب مقطع الكلمة أو حسب صيغة الصفة هنا الـ important. Number two, I think that أعتقد بأن the beautiful buildings in Iraq are the mosques. إنه أجمل البنايات في العراق هي الجوامع. هي الجوامع. أنا beautiful شنو راح تصير صيغة التفضيل؟ لأنه ماكو مقارنة، ما نكلم الدعم، ماكو مقارنة ويا شيء ثاني. أجمل البنايات في العراق هي الجوامع. شنو راح تكون صيغة التفضيل بالنسبة لـ beautiful؟ أيضا هذه حلوها وبعدين تأكدوا من حل مالتكم. ناخذ هسه الدرس التاسع lesson 9 unit 5 your round up. هذا الدرس هو المراجع فقط، هذا درس المراجع فقط عن الاشياء اللي اخذناها والاشياء اللي درسناها بهذا اليونت. شنو الاشياء اللي نقدر نسويها حاليا؟ نعطيني now you can do these things. الان تستطيع ان تقوم بهذه الاشياء. For example نعطيني number 1 talk about things you have done or have not done in your life. تكلم عن الأشياء اللي أنجزتها أو عملتها والأشياء التي لم تعملها في حياتك. For example, نعطيني I have been to Spain. I have been to Spain. إنه كنت لقد كنت في إسبانيا. For example, to I have never ridden a horse. لم أركب يوما حصان. لم أركب يوما حصان. هذه كأمثلة عن الأشياء اللي قدرنا نعملها أو أشياء ما عملناها في حياتنا. نقدر نعطي أمثلة ثانية باستخدام المضارع التام مثل ما تعلمنا. For example أقدر أقول I have been to Istanbul. I have been to Istanbul. إنه قد كنت في إسطنبول. I have never been to Egypt. لم يسبق لي أن زرت مصر. أو أقدر أقول I have never written a poem. لم يسبق لي أن كتبت قصيدة. هذه تقدر تأخذها for example وتقدر تنطي أمثلة من يمك، تقدر تنطي أمثلة من يمك عن الأشياء اللي أنت أنجزتها أو لم تنجزها في حياتك باستخدام مضارع التام، وشلون تستخدم ever و never مثل ما تعلمناها. Number two, ask and answer questions about what people have done up to now and exactly when. هنا أريد من عندك تسأل أسئلة للناس عن الأشياء اللي أنجزوها حتى الآن
وبالضبط بالضبط متى. For example معطيني هنا أمثلة. Have you ever climbed a mountain؟ هل سبق لك أن تسلقت الجبال؟ تقدر تجاوب yes I have or no I haven't. مثل الأمثلة اللي موجودة. مطلوب منك أيضا تكون أسئلة نفس هذه الأسئلة تسأل بها الأشخاص عن الأشياء اللي قاموا بعملها حتى الآن. هذه كأمثلة عن استخدام الهاف بحالة السؤال، واستخدام الإيفر أيضا مع الأداة إيفر مثل ما تعلمنا استخدامها بمضارع التام. Number three, ask questions with a preposition at the end. هنا شلون نسأل مثل ما تعلمنا استخدام أدوات الاستفهام، استخدام أدوات الاستفهام WH question شلون نستخدمها مع أحرف الجر اللي تأتي في النهاية. مثل هذا السؤال Which countries have you been to? Which countries have you been to? أي الدول اللي قد رحت لها أنت؟ أي الدول اللي أنت قد رحت لها أو زرتها؟ مجاوبين I have been to Scotland, England and Bahrain. إنه قد لقد كنت في اسكتلندا وإنجلترا والبحرين. مثال ثاني What did he talk about? عن ماذا يتكلم؟ عن ماذا تكلم؟ He talked about هو تكلم عن his holiday in France. تكلم عن عطلته في فرنسا. هذا استخدام أدوات السؤال اللي تنتهي دائما بأحرف الجر. أيضا تقدر تنطي أمثل من يمك وتستخدم أدوات الاستفهام WH question شو هم تعلمنا بهذا اليونت. Compare countries. Which has the larger population, England or Iraq? هنا لدينا عندي مقارنة بين الدول. شلون ماخذنا المقارنة بين الدول العراق وانجلترا وغيرها. Which has the larger population, England or Iraq? أي دول أكبر كثافة سكانية هي انجلترا أو العراق؟ طبعا هي انجلترا اللي بيها كثافة سكانية أكبر من العراق. السؤال الثاني Which is bigger, Indonesia or Bahrain? إندونيسيا طبعا هنا إندونيسيا هي تكون بها أكبر، تكون كدولة أكبر من البحرين. Which country has the largest population in the world؟ أي دولة بها أكبر كثافة سكانية في العالم؟ اللي هي تشاينا، اللي هي الصين. Number five, and the compare places. مقارنة بين الأماكن. The mountains in Iraq are more beautiful than the mountains in Jordan. هنا شوف مقارنة. The mountains in Iraq. الجبال في العراق are more beautiful. أكثر جمالا than the mountains من الجبال in Jordan. في الأردن. هنا مقارنة بين الأماكن. نقدر نستخدم أمثل من عندنا أيضا. The most beautiful mountains. الأكثر جمالا. الجبال الأكثر جمالا. The most beautiful mountains in Iraq are near Mosul. هي بالقرب من الموصل. هذه المقارنة بين الأماكن. أيضا نقدر نستخدم أمثلة من عندنا، نأخذ أماكن ونستخدم بها صفة المقارنة شو ما تعلمناها بهذا اليونت. Number six, and you can تستطيع تعملون أشياء أخرى مثل say where things and people come from. من أين تأتي الأشياء؟ من أين تأتي الدول؟ شو ما تعلمناها في قطعة ثانية و big bill. وتعلمنا أيضا talk and write about your own country and other countries. وتعلمنا عن شلون نكتب عن دولتنا دولتك أو عن الدول الأخرى. كل هذا ما موجود في المراجعة باللسن 9. نروح هسه للactivity book، كتاب الactivity book lesson 9 exercise A. Listen and draw lines. راح نستمع ونرسم خطوط. Answer the questions and choose هذه الأسئلة. Jasim and Rana are shopping in a big food store. هنا يتسوقون في متجر للطعام، متجر كبير للطعام. They have to find food from other countries for homework. إنه لازم يجدون طعام من دول أخرى لواجبهم البيتي. Where does the food come from? ومن أين أتى هذا الطعام؟ أنا راح تستمع للمحاورة مالتهم وراح نوصل الطعام من أين يأتي. مثلاً water من أين يأتي، من Spain أو France أو الإمارات المتحدة، و
ومن بعدها تستمع أكثر من مرة ومن بعدها تتأكد من الحل مالتك. Unit 5, Lesson 9, Track 32. Jasim and Rana are shopping in a big food store. They have to find food from other countries for homework. Where does the food come from? Right, what do we need? We have to find things from other countries. Where's this water from? Produce of the UAE. But we have water at home. Oh. We want a chicken. Over there in the fridge. Here you are. Where's it from? It's from here. It's from Iraq. Okay. Put it in the basket. Now, where's the rice? There. Hi, number two. What have Jasim and Rana bought? شنو اشتروا جاسم ورنا؟ تقدر correct words. هذه النقطة الثانية اللي يكون بنهاية التسجيل الصوتي. هما شنو اشتروا؟ اللي هما chicken, rice, coffee, strawberries و sugar. هذه الأشياء اللي هما اشتروها بنهاية التسجيل الصوتي. ارجع اتأكد من التسجيل الصوتي مرة ثانية. استمع له أكثر من مرة حتى يكون عندك قوة بالاستماع أكثر. Exercise B, complete this table. أيضا راح نكمل هذا الجدول نفس الصيغة اللي خدناها بالتمرين قبل. أيضا تمرين جدا مهم هذا لتحويل الصفة إلى مقارنة ومن بعد تحويلها إلى التفضيل. مثل مثال الثاني weight اللي هو رطب أو مبلل. Weight نحولها إلى water. شلون نحولها إلى water؟ لأنه تنتهي بحرف صحيح وقبل حرف إلا واحد فراح يضاعف حرف الأخير مثل ما تعلمنا في إضافة ER و EST. حصير Witter أكثر رطوبة أو أرطب و Wittest الأكثر رطوبة. Wittest الأكثر رطوبة هذا بصيغة المفاضلة. أيضا توقفون الفيديو وتكملون الصفات الثلاثة ومن بعدها تتأكدون من الحل مالتكم. Exercise C. Read about Spain and complete the table. Now راح نقرأ عن إسبانيا ونكمل الجدول اللي بعده بعد التمرين. أيضا هنا راح نعرف معلومات عن دولة إسبانيا. أيضا هذه معلومات مهمة. أيضا راح تجي عنها أسئلة بالاختبارات. Spain is a quite large country and nearly 47 million people live there. إسبانيا هي لحد ما دولة كبيرة نوعا ما دولة كبيرة. And nearly 47 وتقريبا هنالك 47 مليون شخص يعيشون هناك. It is both industrial and agricultural. هنا هي على حد سواء هي دولة صناعية وزراعية. The farmers grow a lot of rice. المزارعين يزرعون الكثير من الرز, fruit, فواكه and vegetables والخضروات. In the towns they make cars. في المدن يصنعون السيارات, ships, السفن, shoes and clothes, الأحذية والملابس. Perhaps tourism is the most important industry. ربما السياحة هي الصناعة الأكثر أو أهمية في إسبانيا. Spain has more than 45 million visitors every year. إسبانيا لديها 45 مليون زائر كل سنة. The best times, الوقت الأفضل to visit Spain are in spring and autumn. الوقت الأفضل لزيارة إسبانيا هي في الربيع أو في الخريف. When it is warm and dry. عندما تكون دافئة وجافة. In winter, the weather is often cold and snowy. في الشتاء هي دائما أو غالبا تكون باردة ومثلجة. Especially in the mountains, خاصة في الجبال. And in summer it is very hot. وفي الصيف تكون جدا حار. There are many things for visitors to do. يوجد هناك عدة أشياء للزائرين حتى يقومون بها ويعملون بها. There are museums,
in the big towns يوجد هنالك متاحف في المدن الكبيرة and old buildings وبنايات قديمة in the country في البلد. One of the most famous is the Alhambra and Granada. واحدة أو أغلب المشهورات هي قصر الحمراء وغرناطة. Millions of people go to Spain to swim. الملايين من الناس يذهبون إسبانيا للسباحة. Of the sandy beaches للشواطئ الرملية of the south coast للسواحل الجنوبية. Others go for the delicious food or in winter والآخرون يذهبون إلى الطعام من أجل الطعام اللذيذ أو في الشتاء they go skiing on the snow-covered mountains أو في الشتاء يذهبون للتزلج على الجبال المغطاة بالثلج. هذه كل معلومات نطلب منك إن أنت تحفظ هذه المعلومات أو تخلي ببالك هذه المعلومات عن إسبانيا. هذه الترجمة مالتها تحفظ هذه المعلومات حتى الأسئلة اللي تيجي بالاختبارات تقدر تجاوبها. وراح نكمل الجدول الموجود أيضا بهذا التمرين من خلال هذه المعلومات اللي قريناها في القطعة. هذا الجدول اللي هو Facts about Spain اللي هي الحقائق عن إسبانيا. Number one, population, الكثافة السكانية nearly 47 million. هنا تقريبا 47 مليون نسمة اللي هي الكثافة السكانية لعدد سكان لإسبانيا. Agriculture, الزراعة. شنو الزراعة اللي يزرعوها في إسبانيا؟ اللي هي rice, fruit and vegetables. الرز والفواكه والخضروات. Industry, الصناعة. شنو الصناعة اللي يقوم بها في إسبانيا؟ اللي هي cars, سيارات, ships, السفن, shoes and clothes, الأحذية والملابس. في حالة الطقس, weather, طقس. Number four, spring and autumn. في الربيع والخريف warm and dry. في الربيع والخريف يكون الطقس warm دافئ and dry وجاف. Number five, summer. في فصل الصيف يكون hot, يكون حار. Number six, winter. في الشتاء يكون cold and snowy, يكون بارد ومثلج. Number seven, places to visit. الأماكن اللي ممكن تزورها. الأماكن اللي ممكن تزورها في إسبانيا اللي هي museums, المتاحف, old buildings, البنايات القديمة, and beaches, والشواطئ. And things to do, الأشياء اللي ممكن تقوم بها. Mountains, الجبال, swimming, سباحة, eating, الأكل, وskiing اللي هو skiing اللي هو التزلج. هذه الحقائق عن إسبانيا. هذه المعلومات المطلوب منك إن تفهمها وتحفظها. أيضا مثل معلومات الدول اللي أخذناها قبلها حتى الأسئلة اللي تيجي بالاختبارات ممكن تجاوبها. Unit 5, Lesson 10, درس العاشر. وهذا الدرس راح نتكلم به عن Story Time, عن القصة اللي هي عن فتاة اللي اسمها شدا. عنوان هنا عنوان الدرس Where have you been؟ أين كنت؟ شدا played computer game. شدا أنا راح تلعب لعبة حاسوب. How long did she play؟ قد هي بقت تلعب. إنه هذه المعلومات عن القصة. شلون راح نقرأ القصة؟ راح أترككم ويا درس استماع. تستمعون مع القصة وتتابعون مع الاستماع. تقدر تسمعون أكثر من مرة وتفهمون القصة بعد لأنه بعدها إنه أنا بترجم القصة. هذه القصة جدا مهمة. هذه القصة جدا مهمة اللي بعدها راح تجي أيضا أسئلة عن تجي أسئلة عنها ونحل التمارين بالأكتيفيتي بوك عن هذه القصة. استمع جيدا وياها وتبع معها بالكتاب. Unit 5, Lesson 10, Track 33. Shatha was working on her computer in her room. Her mother shouted from the hall. Shatha, what are you doing? It's your favourite programme at 8 o'clock. Homework, Mum, said Shatha. Oh, well, come to the sitting room when you've finished. Shatha wrote two more words. Right, she thought, that's that. I've done all my homework.
I'll play this new game, Moon Rocket. She picked up a disc and put it into the computer. She had to fly to the moon in a rocket. Shatha's rocket took off. Danger left. A monster. Click on mouse. Dead. Next, danger right. A meteor. Quick, thought Shatha. Use the keyboard. Bang. Go on. Answer this question, said a voice. Shatha read a question on the computer screen. Which is the longest river in the world? A. The Mississippi. B. The Nile. C. The Amazon. Click on B, thought Shatha. There were more monsters, more meteors, more questions. Then these words. Congratulations! Land on the moon. Shatha's rocket landed on the moon very slowly. The computer showed pictures of the moon. There were dead volcanoes and huge deserts. In the sky was Earth, our home. That was fun, thought Shatha, and turned the computer off. She went to the sitting room. Shatha, said her father, where have you been? It's 10 o'clock. You've missed your favourite programme. Oh, said Shatha, I've been to the moon. بعد ما استمعت وقرأت القصة تقرأ الترجمة مالت القصة تفتهمها بالعربي ومن بعدها ترجع أيضا أريدك ترجع تستمع إلى القصة مرة ثانية وتتبع معها بالكتاب أكثر من مرة مرتين أو ثلاثة حتى تفتهم القصة كاملة حتى نقدر نجاوب بعدها عن الأسئلة عن هذه القصة. نروح للكتاب الأكتيفيتي بوك لسن 10 درس العاشر. هنا مطيني جدول راح نطلع عنا الشغلات اللي حول هذه القصة. مثلا number one title العنوان. شنو عنوان هذه القصة؟ نقدر نطلع عنوان احنا من عندنا، مثلا نختار moon rocket اللي هو صاروخ القمر اللي هو تابع لهذه القصة. نقدر نختار اي اسم ثاني غير هذا العنوان. number two characters شنو الشخصيات اللي ذكرت بهذه القصة؟ الشخصيات هي شادا، her mother أمها، and her father ووالدها. number three what it is about عن ماذا تتكلم؟ عن ماذا تتكلم هذه القصة؟ هي تتكلم عن لعبة جديدة، عن الفتاة، عن فتاة قيامها بواجب البيتي ومن بعدها تلعبت. فنقدر نختصر نقول it is about a new game، هي القصة كلها تكلمت عن لعبة جديدة. number four why I like it or why I didn't like the story، ليش إنه أنا حبيتها أو ليش إنه أنا ما حبيتها. تقدر تقول إنه أنت حبيتها وشنو السبب أو ما حبيتها وشنو السبب. الجواب أنا بالنسبة للجواب أنا نقول I like it، إنه أنا حبيت القصة. ليش حبيتها؟ It was interesting، إنه كانت ممتعة هذه القصة. number five new words كلمات جديدة. bang اللي مذكوره بالقصة، bang تجي كضربة، كديش كضربة أو انفجار. meters اللي هي النيازك. volcanoes اللي هي البراكين، ومونسترز اللي هي الوحوش. هذا التمرين لسنتين وهذا الجدول اللي مذكور عن القصة. بعدها راح ناخذ أسئلة كاملة بدرس جديد، راح ناخذ أسئلة كاملة عن القطعة عن هذه القصة، أو وناخذ أسئلة صيغ الأسئلة عن الدول اللي أخذناها. حاول تكون هذه المعلومات كلها تبقى ببالكم حتى تقدر تجاوبنا عن هذه الأسئلة. أعطيكم نماذج عن الأسئلة عن القصة وأسئلة عن قطع الكتاب اللي هي عن الدول ومعلومات حولها. نروح لكتاب الأكتيفيتي بوك الإكسترا أكتيفيتيز التمارين الإضافية. عندي exercise A find the odd one out circle the word. هنا راح نوجد الكلمة المختلفة من بين هذين الأربع كلمات. الكلمة المختلفة بشيء ما من هذه الكلمات. number one مثلا Germany India France Scotland.
شنو الاختلاف عندي عن بقية الدول؟ إنه جيرماني، فرنسا، سكوتلاند، نقدر نقول إن هذه الدول في أوروبا. إنديا مختلفة إنه تكون في آسيا. Number two, pepper, oil, cotton, vegetables. شنو الفرق بيناتها؟ pepper, cotton, vegetables. هذاني نباتات، و oil اللي هو يكون زيت. Number three, rocket اللي هو صاروخ، car سيارة، rover اللي هو شجر المطاط، و plane طائرة. هذني rocket، car، plane، هذني كلهن تبع للصناعات، ما عدا rover اللي هو شجر المطاط أو المطاط، هذا يكون بالنسبة للنبات. Number four, volcano، بركان، fort، الحصن، temple، معبد. شيد اللي هو الكوخ. طبعا الفرق هو الشيد، الكوخ اللي ميز من تيمبل فورت فولكان، وهذه الاماكن السياحيه اللي ممكن واحد يزورها بالبلدان. هذا بالنسبه لاكسرسايز اي. اكسرسايز سي، رايت ذا باست بارتيسيبلز اوف ذا فيربس ان ذا وورد تري. هنا بهذا شجره الكلمات او هذه المربعات نقدر نحول هذه كل كلمة نحولها إلى past participle، إلى التصريف الثالث. من خلال تحويلها إلى التصريف الثالث، المربعات اللي مؤشر إلى السهم راح تكون لي اسم دولة، راح تكون لي اسم دولة. تحاولون كل هذني الكلمات تحولوها إلى التصريف الثالث، ومن بعدها راح نتأكد من الأجوبة مالتنا. هذا هو الحل بالنسبة للتمرين سي. مطلوب منكم تحفظون صيغة التصريف الثالث لكل هذه الأفعال، وتحفظون معانيها، لأنه هذه صيغة التصريف الثالث مهمة حتى نكون جمل زمن المضارع التام. طبعا مثل ما تشوفون لما حولنا هذه الأفعال إلى صيغة الباست بارتيسيبل كونت لي اسم دولة اللي هي باكستان، كونت لي اسم دولة هذه باكستان بتحويل هذه الأفعال إلى تصريف ثالث. ضروري أنه تحفظون صيغة التصريف الثالث بالنسبة لهذه الأفعال. Exercise D. Write Hippa's questions. نكتب أسئلة Hippa. Look at Jasim's answer and use the words in the practice. Jasim is writing a letter. هنا ننظر إلى أجوبة جاسم ونستخدم الكلمات بين الأقواس، نستخدم الكلمات بين الأقواس. طبعا مثل صيغة تكوين السؤال. هبة جاسم، جاسم هنا مجاوب I am writing to my friend in London. هنا هبة شنو سألت؟ Who راح نستخدم أداة الاستفهام بالبداية Who. نستخدم كلمتين you write حتى نكمل السؤال. طبعا هنا بالجواب جاسم مجاوب قايل I am writing to writing، فهنا مستخدم صيغة الاستمرارية، فهبة هنا راح تسأل بهذه الصيغة Who are you writing to؟ Who are you writing to؟ إلى من تكتب؟ إلى من تكتب؟ فجاسم راح يجاوبها يقول I am writing to my friend in London. Number two، هبة راح تسأل What؟ بين قوسين نهاية السؤال عندي You write أيضا. جاسم يجاوب I am writing about the elephants in the zoo. About the elephants، عن الحيوانات. هنا أشياء، فراح مستخدمين الأداة What. What are you writing about؟ What are you writing about؟ أيضا مستخدمين أداة الاستمرارية اللي هي ing. What are you writing about؟ Number three، هبة مجاوبها جاسم. Number three، elephants they come from Africa. They come from Africa and India. هي جاءت من أفريقيا والهند. بمعنى أنه هبة هنا سألته من أين جاءت الفيلة؟ من أين جاءت الفيلة؟ They come from. هنا ما عندي بالإجابة ماكو فعل مساعد، لذلك راح نستخدم الفعل do. لأنه ما عندي أفعال مساعدة فنستخدم الفعل do. مثل ما تعلمنا لأنه هذا بزمن المضارع البصير،
فهو قال they come from Africa بزمن مضارع بسيط لذلك استخدمنا do. Where do elephants do تأتي بعد أداة السؤال ومن بعدها نكمل السؤال اللي هو elephants عن ال elephants اللي نسأل إحنا come from ونكمل بقية السؤال come from فيكون لي السؤال بصيغة ال WH question. Exercise E. Write two short paragraphs about Iraq. هذا التمرين جدا مهم اللي هذا التمرين يعتبر هو الإنشاء عن هذا اليونت. الإنشاء بهذا اليونت هو كتابة إنشاء عن العراق. تكتب عن العراق. مقطعين. مجزئنا يعني مقطعين. المقطع الأول إنه نوصف العراق. Describe Iraq. How big it is. كم كبره. What do you grow there. شنو نزرع هناك. How many people live there? قد عدد الناس. What عدد الناس مات في العراق. What they make. ماذا يصنعون. هذا المقطع الأول. المقطع الثاني. Write about what visitors can see and do in Iraq. يعني نكتب عن ما شنو يقدر يعمل الزائرين. شنو يقدر يشوفون. أو شنو يقدر يعملون. أو شنو يقدر يزورون في العراق. بالمقطع الأول. راح نقول. Iraq is quite a big country. العراق هو إلى حد ما دولة كبيرة أو نوعا ما دولة كبيرة. It has a big population. It has a big population. لديها كثافة سكانية كبيرة. There are about 38 million people live in Iraq. يوجد هنالك حوالي 38 مليون نسمة في العراق. Are grows wheat. يزرعون الحنطة. Dates. التمور rice الرز and vegetables والخضروات. Oil is the most industry in Iraq. والنفط النفط اللي هو النفط اللي هو الصناعة الأهم في العراق. المقطع الثاني when visit Iraq there are a lot of historical places to visit. عندما نزور العراق يوجد هناك الكثير من الأماكن التاريخية لزيارتها في العراق. أور and بابليون كمثال هي مدينة أور وبابليون ومدينة بابل and other interesting places وأماكن مهمة أخرى. You can eat delicious food in the Iraqi restaurants وتستطيع تزور المطاعم العراقية وتجرب الطعام العراقي اللذيذ. هذه المقطعين البسيطين عن العراق أو معلومات عن العراق نقدر نجمعها ونكون من عندها إنشاء عن العراق. أيضاً راح نأخذ درس ثاني كيف كتابة الإنشاء عن العراق أو نأخذ كتابة إنشاء عن العراق اللي هو هذا الإنشاء المحدد اليونت 5.